رحلة النجاح والتفوق بالحياة أبداً مو سهلة مثل ما البعض يتخيل، وخصوصاً في مكاني كزوجة وأم لأربعة أطفال. بديت شركة برومي روز من الصفر وبمنتج واحد، وكان تشجيع من زوجي اللي عطاني الوقت والثقة. واليوم توسعت وقدرت أنتج كثير من المنتجات الطبيعية للشعر. خلفيتي بدراسي للتمريض ساعدتني كثير، واليوم قدرت أوصل بمكان كنت أحلم فيه. مجلة فوربس نيويورك من أشهر المجلات في العالم تواصلوا معاي لعمل لقاء أتكلم فيه عن بداية برومي روز وشنو مستقبلها، واختاروني من ضمن سيدات الأعمال في عالم البزنس كعلامة تجارية ناجحة وسريعة النمو. قدرت تثبت وجودها برومي روز في مجالها وقدرت تنافس علامات تجارية ثانية. أيضا مجلة موفر اختاروني كأفضل صانعة محتوى ورائدة أعمال امرأة وأم. جدا سعيدة بالإنجازات اللي حققتها واللي قاعدة أحققها، وأحب أشاركها معاكم حتى أعطي دافع لكل بنت وأمرأة إن الهدف يتحقق مهما كان، بس محتاج صبر واستمرار. رحلة النجاح جدا ممتعة، استمتعوا بالرحلة ولا تفكرون بالوصول للنهاية. رسالتي لكل بنت وأمرأة وخصوصا كأم، ما في شيء مستحيل وتقدرين تحققين الهدف بالعزيمة والإصرار. شكرا لزوجي الداعم الأول إلي، وشكرا لكل متابعينا اللي يحبونا وقدموا الدعم المعنوي بكلماتهم وتعليقاتهم الحلوة.